مرحبا بكم. عندما يأتي وقت حصول ممثل على بطولة فيلم جديد، فإنه يقوم ببعض الاستعدادات والتجهيزات من أجل أن يتمكن من تقمص الدور في فيلمه. لكن هناك بعض الممثلين يأخذون الأمر لأقصى الحدود، فيقومون بأشياء جنونية للغاية. لن تصدق ماذا فعل هؤلاء النجوم لكي يتقنوا أدوارهم في الأفلام. لنبدأ. أولا، كريستيان بيل. يعتبر كريستيان من أمهر ممثلي هوليوود في فقدان واكتساب الوزن، ولكي يلائم الشخصيات السينمائية التي يقدمها، حيث قام بفقدان أكثر من 63 رطلا من وزنه للتحضير لدوره في فيلم ذا ماشينست، وقد اكتسب بعدها وزنا إضافيا لدور باتمان قبل أن يستمر في تكرار الأمر في معظم أفلامه، ونادرا ما ستجد وزنه لم يتغير في أي فيلم سينمائي شارك في بطولته. ثانيا، هيث ليدجر. انعزل هيث عن العالم لمدة 6 أسابيع مرتديا ملابس الجوكر ليقمص الشخصية التي قدمها باحترافية تامة في فيلم ذا دارك نايت، وحصل هيث على جائزة أوسكار كأفضل ممثل مساعد، لكنه توفي منتصرا قبل أن يتسلمها بجرعة مخدرات زائدة. ثالثا، توم هانكس. فقد النجم توم هانكس وزنه بصورة كبيرة بالتدريج على مدار أحداث فيلم كاستاواي، وحتى وصل إلى مرحلة خطيرة حيث جسد دور رجلا وحيدا على جزيرة لشهور. رابعا، تشارلو ثيرون. تخلت النجمة تشارلون عن جمالها المعروف ورشاقتها المميزة لتقدم دور قاتلة في الفيلم المميز مونستر. من الصعب حقا أن نصدق أن من في الفيلم هي الجميلة تشارلو ثيرون. خامسا، ناتالي بورتمان. تسعى النجمة ناتالي بورتمان دائما إلى إتقان أدوارها، ولإتقان دورها في الفيلم المميز V for Vendetta قامت بحلاقة شعرها بالكامل من أجل القيام بمشاهد محدودة للغاية في الفيلم. سادسا، طاقم عمل فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest. أقام طاقم عمل هذا الفيلم في مركز طبي لعلاج الأمراض النفسية لبعض الوقت، ولكي يتقمصوا شخصيات العمل الفني بشكل مثالي، كما أن بعض المرضى تم التعاقد معهم للتمثيل في الفيلم بشخصياتهم الحقيقية. سابعا، إيمي شومر وجون سينا. إلى جانب كونه مصارعا محترفا، فهو أحد أكثر الممثلين المتسببين في ذهول الجمهور، ولأنه فعلها على الشاشة. يحكي فيلم كارثة ترين راك قصة إيمي وهي الشخصية التي لا تستطيع أن تكون في علاقة واحدة فقط، لذا فإن علاقتها بالشخصية التي يجسدها سينا هي حقيقية من جانب واحد، هو يحبها أكثر مما تحبه هي، وهو ما ساهم في إخراج مشاهد حميمية بينهم على الشاشة ليصبح الدور بارزا. وخلال أحد اللقاءات الحوارية اعترف سينا أنه كان عاريا خلال تلك المشاهد الحميمية، وقال لوالدته أنه كان يرتدي جوارب، ولكن لدى استضافة إيمي في أحد اللقاءات صدمت الجميع عندما قالت أن المشهد لم يكن مزيفا، فيما قال بيل هيدر أن جون لم يدرك مفهوم التمثيل وأنه هو وإيمي فعليا لم يقوم بالتمثيل في هذا المشهد. ثامنا، روبرت دينيرو. الممثل الشهير في فيلم تاكسي درايفر، وعندما حصل على رخصة لقيادة سيارة الأجرة واستمر في العمل كسائق تاكسي 12 ساعة يوميا ولعدة أسابيع، قد سبق وقام بما هو أكثر جنونا حيث حطم أسنانه لتقديم دور مغتصب في فيلم كاب فير. تاسعا، نيكولاس كيج. يستعد نيكولاس كيج لأفلامه بطرق مجنونة وغريبة، مثل محاولة تنفيذ تعويذ فرعونية للتحول إلى شبح بهدف الظهور بشكل واقعي في فيلم جوست رايدر، وإزالته 2 من أسنانه دون تخدير استعدادا لفيلم بارتي، وتناوله الكحول قبل المشاهد التي يظهر فيها مخمورا ليقدم الشخصية بواقعية. عاشرا، توم كروز. لتقديم دور قاتل محترف في فيلم كولاترال قرر توم كروز التخفي في الحياة الواقعية لمعرفة مدى نجاحه من خلال التحول إلى موظف في شركة تسليم والتجول في لاس فيغاس دون أن يلاحظه أي شخص، كما استعد كروز للفيلم بتعلم إطلاق الرصاص واستخدام الأسلحة النارية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.